الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية تقيؤ الدم في المنام بالتفصيل. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. رؤية القيء للدم في المنام علامة على التغيرات التي سيعيش فيها صاحب الرؤية في الواقع. إذا رأى الشخص أنه يقوم بالتقيؤ للدم في المنام فذلك يدل على البركة والخير الكثير. القيء في الحلم بشكل عام يعني التعب النفسي والعضوي الذي يعاني منه الشخص. إذا رأى الشخص أنه يقوم بتقيؤ الدم من فمه في المنام فذلك دليل على الفواحش التي يقع بها. إذا رأى الشخص تقيؤ الدم في المنام فهو علامة على النميمة وقول الزور الذي يجب التوقف عنه. رؤية أحد أن الدم يخرج من فمه فذلك يدل على حصوله على العديد من الأموال لمروره بضائقة مالية. إذا خرج الدم من الفم فذلك يدل على الأطفال والنسل الكبيرة. نزيف الدم من الفم إلى الأرض ذلك يدل على الموت القريب والله أعلم. إذا رأى الشخص أنه يتقيأ دم ذلك يدل على التوبة من المعاصي. إذا خرج الدم الفاسد من الفم في المنام ذلك يدل على مرض يمكن أن يصيبه. رؤية خروج الدم في المنام يدل على الكلام الحرام الذي يتلفظ به صاحب الرؤية. خروج الدم من الفم بدون أي آلام أو جرح يدل على التسامح. رؤية خروج الدم في المنام للمطلقة علامة على حدوث العديد من المشاكل. إذا رأت المرأة المطلقة أن الدم يخرج من فمها في المنام يدل على الأزمات والصعوبات التي تواجهها في تلك الفترة. رؤية المطلقة الدم يخرج من الفم في المنام بسبب قولها السوء في حق طليقها. رؤية المطلقة يخرج من فمها الدم دليل على المشاكل المادية التي تواجهها والله أعلم. يقول الإمام ابن سيرين رحمه الله عن خروج الدم من الفم للمرأة المطلقة علامة على وقوعها في المشاكل والخلافات العائلية. رؤية خروج كتل من الدم من الفم يدل على مرض صاحب الرؤية والعلم عند رب العالمين. إذا رأى الشخص أنه يخرج كتل من الدم في المنام فذلك يدل على الكذب والإشاعات التي يرددها ويجب التوقف عنها والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يخرج كتل من الدم من فمه ذلك يدل على الكذب والخداع والتضليل الذي يقوم به. رؤية المرأة المتزوجة أنها تخرج كتل من الدم في المنام فذلك يدل على مرض يصيبها والله أعلم. رؤية الاستفراغ في المنام للعزباء علامة على شر يصيبها في الواقع. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تستفرغ في الحلم ذلك يدل على السعادة الكبيرة التي ستحصل عليها. رؤية الاستفراغ في المنام للفتاة العزباء تعني حصولها على الكثير من الأموال. رؤية الفتاة العزباء أنها تقي دم في المنام فهو علامة على تحسن أحوالها والتخلص من المشاكل والهموم التي كانت تواجهها. إذا رأى الشخص أنه يخرج الدم من الأسنان في الحلم فهو علامة على تضرر ما يحدث للأهل والأصدقاء والله أعلم. رؤية الدم يخرج من الأسنان علامة على فشل تجارة أو دراسة لأحد المقربين من صاحب الرؤية. خروج الدم من الأسنان بشكل عام دليل على أشياء سيئة ستحدث لصاحب الرؤية والعلم عند الله. يدل خروج الدم من الأسنان في الحلم علامة على المشاكل
المشاكل والخلافات والفشل في الحياة، رؤية حلم بسق الدم في المنام علامة على التخلص من الأمور الشريرة. إذا رأى الشخص أنه يبسق الدم في المنام علامة على صفات سيئة وتفكير سلبي والله أعلم. البسق في المنام للدم علامة على الوقوع في المحرمات. يمكن أن يدل بسق الدم في المنام على الحبس والسجن وضياع الأموال. رؤية الشخص دم يخرج من في المنام عن طريق البسق علامة على المشاكل الصحية والنفسية والله أعلم. إذا رأى الشخص أن الدم يخرج من اللثة فهو علامة على أخبار سعيدة سيحصل عليها. خروج الدم من اللثة في المنام هو بشرى خير لصاحب الرؤية. رؤية خروج الدم الفاسد من اللثة هي علامة على الخير والبركة التي يحصل عليها صاحب الرؤية. تدل أيضا رؤية خروج الدم من اللثة على التخلص من الهم والحزن وزوال الدين والله أعلم. رؤية خروج دم من فم شخص آخر علامة على كذب ذلك الشخص ويجب الحذر منه والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن هناك أحد ما يخرج الدم من فمه فذلك يدل على معاناته والمشاكل التي يقع فيها. خروج الدم من الشخص علامة على خيانته. خروج الدم من شخص معروف علامة على سمعته السيئة ويجب الحذر من ذلك والله أعلم. إذا رأى الرجل أنه يخرج الدم من فمه فذلك يدل على الأموال الحرام. رؤية الرجل الدم يخرج من الفم وكانت رائحته كريهة فذلك يدل على ارتكابه الذنوب والمعاصي. إذا رأى الشخص أنه يخرج الدم من فمه فهو علامة على الوقوع في المتاعب. إذا رأى الشخص أن الدم يخرج من الفم الأسنان فهو علامة على رزقه بالكثير من الأطفال والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، ولا تنسوا قراءة سورة الملك كل يوم ليلة حتى ينجينا الله سبحانه وتعالى من عذاب القبر. فهناك حديث صحيح عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه من يحافظ على قراءة سورة الملك كل يوم ليلة الله سبحانه وتعالى ينجيه من عذاب القبر. نعم القبر فيه عذاب وفيه نعيم، ولكن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقه ليست من جنس المعهود للناس في الحياة الدنيا. هذا قول الإمام ابن القيم رحمه الله. يعني نور القبر ليست كنور الدنيا، وحر القبر ليس كحر الدنيا، وظلمة القبر ليست كظلمة الدنيا، بل إن الإنسان في الدنيا اخترع أشياء هو مش بيشوفها. مثلا زي الكهرباء، الانسان اخترع الكهرباء، في حد عارف يشوف الكهرباء دي شكلها ايه؟ بس الكل مأمن به ومأمن اللي هي بتصعق واللي هي بتموت وهي بتسخن كمان وبتطلع حرارة زي النار. ما انت دلوقتي عامله بوتاجيزات كهرباء بتحط ايدك عليها سخنة زي النار ونفس درجة حرارة النار. ادي من صنع الانسان يا اخوانا. فما ظنكم بصنع الله سبحانه وتعالى؟ ما تنسوش بقى قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.